Chadu, can we go ahead with the... He's around. He's around. Maybe somebody can put his video... اتخذنا قرار أننا نبقى يقظين وملاحظين للسوق مع انتشار السريع كما لاحظتم انتشار سريع للأوميكرون لهذا المتحور الجديد للكوفيد 19 عبر كل العالم، لكنه ما كانش عنده تأثير على الاقتصادات العالم، فهذا خلانا أننا نقرر اليوم أننا نواصل في زيادة الدعم الإنتاج البلدان الأوبك والغير الأوبك ب 400 ألف برميل في اليوم كحصة إجمالية، وبالنسبة للجزائر 10,000 برميل في اليوم، ليصبح إنتاجنا من النفط 992 ألف برميل في اليوم في شهر مارس إن شاء الله. يعني كل التوقعات اللي شاهدناها أننا يعني كل أساسيات السوق العالمي للنفط هي سليمة، وهي في يعني مرحلة هذه راح تكون مع هذه الكميات، الكمية اللي راح نضخوها في السوق راح تخلي أكثر توازن للسوق لشهر مارس إن شاء الله.